أهلا بكم. أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية محمد مودودي أن الصادرات الإيرانية غير النفطية لبلاده بلغت 2.5 مليار دولار في شهر نيسان الماضي. وأضاف مودودي إلى أن صادرات السلع والخدمات سجلت انخفاضا، غير أن تصدير المنتجات التعدينية نمت 43%، لأن نصيب العراقي منها 389 مليون دولار خلال ذلك الشهر. في المقابل أشار مودودي أن الواردات في الفترة المذكورة بلغت نحو 3 مليارات دولار بانخفاض بلغ 0.7% عن العام السابق. كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمد أبو الهيل عن قيام الجانب الكويتي بحفر آبار النفط داخل الحدود العراقية. وقال أبو الهيل إن الكويت تحفر آبار نفطها عند الحدود العراقية مستخدمة طريقة الحفر المائل باتجاه العراق، الأمر الذي يؤكد حقيقة أن النفط المستخرج هو من داخل العراق وليس من الكويت. وأضاف أبو الهيل أن الحكومة في بغداد، وعلى الرغم من علمها بالموضوع، إلا أنها لم تحرك ساكنا إزاء ما تقوم به الكويت في الحقول المشتركة بين البلدين. اتهمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية وزير الكهرباء لؤي الخطيب بالتستر على الفاسدين في الوزارة. وقال عضو اللجنة أمجد العقابي إن وزير الكهرباء يتستر على بعض الفاسدين في الوزارة ويعرقل عمل مفتش عام الوزارة، وذلك بعدم إرسال ملفات فساد للنزاهة. وبين العقابي أن مفتش عام وزارة الكهرباء أجرى تحقيقا مع مسؤول الوقود، وتبين من خلال التحقيق أن مسؤول شعبة الوقود مقصر، وثبت تورطه بإبرام صفقات حامت حولها شبهات فساد، لكن وزير الكهرباء عطل هذه الإجراءات حماية له. قالت سلطاتها الجمركية في مطار البصرة الدولي أنها عرضت 5 حقائب أدوية بشرية بصحبة مسافر صيني الجنسية كونها مخالفة لضوابط الاستيراد المتبعة. وأضافت الهيئة أن مديرية جمرك المنطقة الشمالية قامت أيضا بإتلاف إرسالية مواد غذائية تتكون من مسحوق عصير ومادة الماجي لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة. جدير بالذكر أن ظاهرة تهريب المواد الغذائية والأدوية البشرية تزايدت في الفترة الأخيرة في منافذ الجنوب. قالت هيئة النزاهة في بغداد إنها ضبطت متهما متلبسا بجريمة الرشوة مقابل وعود بالتعيين في إحدى الوزارات المهمة. وأضافت الهيئة أنها ضبطت مع المتهم هويتين صادرتين عن مكتبي نائبي منتهيتي الصلاحية. وأشارت الهيئة إلى أنها ضبطت متهما متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ 1000 دولار كجزء من مبلغ الرشوة الكامل البالغ 5000 دولار. نتابع الآن أسعار الصرف والمعادن مقابل الدينار العراقي. في أمان الله.